هلو جايز، ازيكم؟ في معلومة على الماشي. هنتكلم النهاردة عن idiom اسمه break a leg. idiom يعني expression، هي زي امثلة كده او تعبيرات بنعبر بيها، بس هي ما بتكونش مباشرة. break a leg هو الايديوم بتاع النهاردة، وده مش معناه اكسر رجل. break a leg معناه good luck. لما تقول لحد for example go break a leg معناه good luck. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تسألوا عن كورسات في انجليش زون الاوفلاين والاونلاين، وكمان البرايفت. باي باي.